طبيعي ان احنا نبتدي بالنادي الاهلي واللي مقبل على بدايه مشوار مهم جدا جدا جدا. كل يوم بنتكلم في الجزئيه دي، كل يوم هنركز مع الفريق على بطوله دوري ابطال افريقيا. ليه؟ لان ده الهدف الاساسي والاسمى لكل الجماهير الاهلاويه. شبعانين بطولات دوري وطمعانين في بطولات اخرى من بطولات الدوري، ده شيء طبيعي ومفروغ منه، لكن متشوقين جدا جدا لبطوله دوري ابطال افريقيا. بقالنا فتره، ودي في الحقيقه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بتبقى حاجه صعبه شويه، بقالك 5 6 سنين ما بتاخدش البطوله، فبالتالي كتير شويه على جمهور النادي الاهلي انه ما ياخدش البطوله دي الغاليه بالنسبه له لكل هذه المده. فبالتالي الامال كلها موضوعه على الفريق، الامال كلها موضوعه على الجهاز الفني في سبيل تحقيق هذا اللقب وهذا الحلم الاهم والاسمى بالنسبه لكل الاهلاويه. مجلس اداره النادي الاهلي وفر كل الامكانيات في الحقيقه للفريق الاول، ومش ناقص بس ان شاء الله باذن الله يحالفهم كل التوفيق بالفوز بهذا اللقب الافريقي. بالتالي استعدادات كلها مهمه، استعدادات كلها قويه، والاهم ان هي بجديه كبيره. هتقول لي اشمعنى جديه كبيره هي الاهم؟ هقول لك علشان ان فريق اطلع بره ده فريق اسمه صغير، ملوش تاريخ كبير، ممكن يكون ليه تاريخ في جنوب السودان يعني، لكن ملوش تاريخ في القاره الافريقيه خالص. فممكن البعض يستهتر شويه بالمباراه دي، البعض يقلل من قيمتها شويه. لا، الجديه هي سمه النادي الاهلي وسمه اللاعبين والجهاز الفني في استعداداتهم لمواجهه فريق اطلع بره. مهم قوي باذن الله، وده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه على مدار الايام اللي فاتت ولازم نعيد ونزيد فيه، لان طبعا المواجهه مش سهله زي ما بيتصور البعض. مهم قوي ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يخوض هذه المباراه بمنتهى التركيز والجديه، وان شاء الله الاهم ان انت يكون عندك انطلاقه قويه جدا قوية جدا ومناسبة في مشوارك الافريقي. مشوار لسه طويل، انت بتبتدي منين كمان؟ ده انت بتبتدي من دور ال 64، اول مرة النادي الاهلي يبتدي من هذا الدور يعني في تاريخه، في 31 مشاركة في البطولة دي بالتحديد، وانت اللي عندك الرقم القياسي في تحقيق هذا اللقب باذن الله، وان شاء الله يتضاعف خلال السنوات المقبلة وتكون بداية من خلال السنة دي. فبالتالي لازم بدايتك تكون قوية ومناسبة قوي لبطولة انت بتحلم بيها وجمهورك كمان مستنيها ومركز عليها بشكل كبير. طبعا طبعا برضه عشان نبقى منطقيين مع بعض، اي بطولة النادي الاهلي بيبقى داخلها هدف الجمهور ايه؟ ان هو يفوز بيها. في ظروف بتقابلك خلال بعض الاوقات بتحاول تتغلب عليها، وفي اغلب الاحيان بتقدر تتغلب عليها لان دي شخصية النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت بطولات كلها مهمة، اهمها طبعا بطولة دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله الفريق يكون جاهز لهذه الانطلاقة، ان شاء الله الفريق يكون موفق هذا الموسم في تحقيق هذا اللقب الافريقي الغالي، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية. اجواء كأس العالم طبعا وحشتنا جدا جدا جدا، نفسنا قوي قوي نشوف الاهلي تاني في كأس العالم للأندية. النادي المصري الوحيد اللي تأهل لهذه البطولة، والنادي المصري الوحيد اللي وصل او خد البرونزيه كمان، لان مفيش طبعا اي نادي خالص قبل كده شارك في هذه البطوله فيما عدا النادي الاهلي كنادي مصري يعني في الحقيقه. فبالتالي مهم قوي ان احنا نعيش الاجواء مره سادسه كمان، وصلنا 5 مرات نهايات كاس العالم للانديه، عايزين نوصل المره السادسه باذن الله، وان شاء الله باذن الله يكون الفريق موفق في تحقيق هذه الاهداف المرجوه من قبل كل الجماهير. النهارده الفريق بيواصل تدريباته، التدريب في تمام الساعه 6، ابتدى من حوالي 10 دقائق كده. التدريب كان قبليه في محاضره مهمه من مستر لاسارتي وجهازه المعاون مع اللاعبين، اتكلموا في بعض الامور الخططيه والتكتيكيه وبعض نقاط القوه والضعف في فريق اطلع بره. هتقول لي ما هو الفريق مجهول؟ لا، هقول لك ان النادي الاهلي قدر ان هو يوصل لبعض لقطات الفيديو الخاصه بفريق اطلع بره، بناء عليه بيتم تحفيظ اللاعبين وشرح ليهم كل ما يتعلق بهذا الفريق وكيفيه مواجهته. المواجهتين في مصر، المواجهتين في برج العرب، لكن في نفس الوقت فريق ممكن يكون عنده طموح ان هو يكسب النادي الاهلي لا قدر الله يعني، وده حلم مشروع لاي فريق يعني في الدنيا، اي واحد اي فريق بيبقى عايز يكسب اي مباراه يعني. الحلم بالنسبه لهم طبعا صعب شويه لانه بيواجهوا اكبر فريق في افريقيا، لكن في نفس الوقت حلم مشروع وحقهم ان هم يحلموا طبعا. فانت لازم تتصدى لهذه الاحلام بمنتهى القوه من بدايه المباراه باذن الله، وان باذن الله تقدر تتخطى هذه العقبه. هي عقبه لان طالما في بطوله دوري ابطال افريقيا تبقى هي عقبه لازم ان شاء الله باذن الله ان انت تتخطاها بمنتهى القوه. التدريبات هتكون متواصله، او بالتحديد النهارده هيكون اخر تدريب للنادي الاهلي
في استاد مختار التتش. بعد التدريب النهارده مباشره هيسافر الفريق ان شاء الله لمقر اقامته في الاسكندريه، بالتحديد في مدينه برج العرب، عشان يستعد بشكل اكبر وبشكل نهائي من خلال يومين لمباراه اطلع بره يوم الاحد. المباراه يوم الاحد على استاد الجيش في برج العرب الساعه 7 مساء. بكره ان شاء الله هيكون المران الاخير للفريق استعدادا لهذه المباراه. متشوقين جدا جدا بالمناسبه ان احنا نشوف النادي الاهلي في كل الاحوال. هيكون عندنا تواصل طبعا مع مراسل قناه النادي الاهلي هناك في استاد مختار تيتش عشان نعرف منه كل الاخبار بعد قليل ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في مشواره الافريقي. النهارده في حدث مهم في الحقيقه لكل محبي كره القدم على مستوى العالم مش في مصر بس. النهارده بيبتدي الدوري الانجليزي الممتاز، البطوله الاقوى والامتع والاعظم على الكره الارضيه بشكل كامل، اقوى بطوله دوري تقعد تتفرج كده تتمتع، واكثر بطوله منظمه جدا جدا. احنا ما عندناش هنا بطولات منظمه للاسف، بس ان شاء الله في طريقنا، في طريقنا باذن الله كمصريين او كاتحاد كوره او مسؤولين في مصر باذن الله ان احنا يكون عندنا دوري يليق باسم كبير زي اسم جمهوريه مصر العربيه. لكن الدوري الانجليزي طبعا اي ايجابيه تيجي في بالك عايز تقولها عنه قولها وانت مطمن. الدنيا هناك جميله جدا ونظام رائع جدا، حضور جماهيري في كل المباريات، ملاعب على اعلى مستوى، واحنا عندنا بنيه تحتيه دلوقتي ممتازه في الحقيقه. كل حاجة هناك متوفرة ان انت تشوف وتعيش اجواء كرة قدم حقيقية، اجواء منافسة حقيقية ما بين الفرق كلها. لك ان تتخيل ان 20 فريق في بطولة الدوري الانجليزي عندهم جماهير كبيرة جدا جدا، عندهم ملاعب خاصة بيهم، كل فريق في الدوري الانجليزي عنده ملعب بتاعه هو. يعني على سبيل المثال مثلا ليفربول اللي احنا بنشجعها جدا الانفيلد في ليفربول ملعبهم، فبالتالي الكل جاهز لهذه الانطلاقه، الكل جاهز ومتشوق جدا لمتابعه الدوري الانجليزي، وانا في الحقيقه واحد منهم جدا، بحب قوي الدوري الانجليزي واكيد حضراتكم يعني مفيش حد ما بيحبش الدوري الانجليزي، مفيش حد ما بيتمتعش بالدوري الاقوى في العالم. النهارده هتكون اول مباراه في هذه البطوله من خلال مباراه ليفربول مع نوريتش سيتي، في طبعا تم صعوده مؤخرا لبطوله الدوري الانجليزي لسه صاعد حديثا، فالمباراه هتكون قويه جدا على ملعب ليفربول الانفيلد، فبالتالي انطلاقه هتكون مهمه جدا ليفربول. دي اول مباراه والمباراه الوحيده النهارده، وبكره هتستمر مباريات الدوري الانجليزي الاسبوع الاول بالتحديد بكره وبعده. نتمنى بشكل عام التوفيق لنجومنا المصريين هناك في انجلترا، سواء محمد صلاح وهم في راسهم اكبر في الحقيقه في المنافسه على اللقب مع ليفربول. محمد صلاح طبعا بعد ما وصلوا لفرق نقطه مع نهايه اخر جوله في الدوري الانجليزي، بالتالي مانشستر سيتي هم للاسف اللي فازوا باللقب. نتمنى كل التوفيق لاحمد المحمدي ولمحمود حسن تريزيجيه نجوم استون فيلا. المنافسه طبعا اكيد هتكون صعبه بالنسبه لهم، الامكانيات تختلف شويه على او عن ليفربول. عندك كمان محمد النني اللي قرب يمشي من ارسنال، لكن لو كمل ولو لعب لانه صعب انه يلعب شويه مع ارسنال في ظل عدم قناعه يوناي امري المدير الفني لارسنال بامكانيات اللاعب، لكن لو الراجل تواجد مع ارسنال اكيد ايضا نتمنى له كل التوفيق. احمد حجازي في الشامبيونشيب مع ويست بروميتش البيون ايضا نتمنى له الصعود للدوري الانجليزي الممتاز. ماشي، هنتابع كل ما هو جديد. طيب دي كانت اهم الامور اللي اتكلمنا فيها مع بدايه الحلقه.